ينضم إلينا من لندن محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس لحركة رشاد المعارضة. أستاذ محمد العربي زيتوت، يعني في الحقيقة لا يفهم على وجه الدقة ما يجري حقيقة في الجزائر، لا ترفع شعارات واضحة وعناوين واضحة، كل ما نراه شباب يخرج يخرب ينهب ممتلكات عمومية ويعتدي على ممتلكات الناس وكلها أعمال تخريبية. في أي خانة يوضع هذه التصرفات وهذه الحركة؟ السلام عليكم ورحمة الله. توضع في خانة شعب سجين ينتفض، شعب سجين ولمدة ما يقرب الآن 19 عام. تذكرين أن في 11 جونفي 92 قام انقلاب، ومنذ ذلك الوقت والجزائريين يعيشون، فتح عليهم أبواب الجحيم، عاشوا عشرية من الدماء وسميت بالعشرية الحمراء، ثم جاءت عشرية الألفين وجاء فيها الفساد الكبير إلى درجة عم البلاد وغرقت فيه كل البلاد، وسيطر على حكم البلاد، أصبحت البلاد لها استراتيجية أو الحكم له استراتيجية، وهو استراتيجية الفساد الكبير لحكم هذه البلاد، وخلق تنظيمات مزيفة، كسر الأحزاب والحركات والنقابات الحقيقية، وخلق أحزاب مزيفة ونقابات مزيفة، وقال أن هؤلاء يمثلون الشعب، ولكن هانتفض الشعب ليقول أن هؤلاء لا يمثلونهم، وأن هذه السياسات لا يمكن أن تستمر، وأن على هذا النظام أن ينحل. لكن هل هذه الطريقة لا يمكن أن تستمر؟ نعم، أصبح هذا النظام خطر على الجميع. هل هذه الطريقة المثلى للمطالبة بما ذكرته الآن، فوضى واعتداء على الناس وعلى ممتلكاتهم بهذه الطريقة دون وجود أي تأطير سياسي أو نقابي لهذا العمل؟ هذا يسأل عليه النظام الحاكم الذي حطم كل الوسائط الاجتماعية والسياسية التي يجب أن تكون ما بين نظام أي حكم، نظام حكم أي كان وشعب أي كان، حطم هؤلاء الوسطاء إذا شئنا، فخلق فراغ هائل. فإذا به إذا لم تسمح للناس أن يثوروا أو يتظاهروا سلميا فسيتظاهروا بعنف، إذا لم تسمح بالثورة السلمية فستأتيك الثورة العنيفة، إذا لم تسمح بأن تكون هناك مؤسسات لاستيعاب ولمناقشة المجتمع فسيأتيك من يغضب بهذه الطريقة، وهذا طبعا مرفوض. ودعونا منذ اليوم الأول إلى قيام جمعيات في الأحياء لكي تدير هذا الأمر. لكن من يدفع ثمن هذا؟ من يدفع ثمن هذا محمد العربي زيتوت؟ ليست الحكومة وليس النظام وليس الحكم، هو الناس وأبناء الشعب، وعدم تأطير هذه الحركة الاحتجاجية بالتأكيد سيؤدي إلى اندثارها وتآكلها في ظرف زمني قصير جدا. نعم، ولذلك في واقع الأمر صحيح، هذا صحيح، ولذلك ندعو ودعونا كل القوى السياسية الوطنية والإسلامية من قوى سياسية وقوى اجتماعية أن تتلاقى وفي أقرب وقت ممكن لإنقاذ البلاد. الجزائر دعوتم بصفتكم خطر، الجزائر من؟ تغرق بكل ما تعنيه. نعم، دعوتم بصفتكم من؟ يعني تحاولون أن تركبوا الموجة وتستثمروا هذا الغضب الشبابي في الشارع الجزائري استثمارا سياسيا؟ أبداً لا، لا نركب، لا نركب. أنا منذ 15 عام وحركة رشاد منذ عدة سنوات، وأنا منذ 15 عام ونحن نقول أن البلد تذهب إلى الكارثة، نحن لا نركب على أي شيء، نحن قلنا وحذرنا، ولعل تحدثت إليك ربما عدة مرات في برامج مختلفة وأنت تعرفين ذلك جيدا، نحن حذرنا دائما من أن هذا الفراغ الهائل وضرب القوى السياسية والاجتماعية والنقابات سيؤدي إلى هذا الوضع. ندعو اليوم إلى قيام القوى السياسية الإسلامية والوطنية والعلمانية أن تجتمع وتقرر أن الجزائر في خطر وتبحث لإنقاذ البلاد على هذا النظام قد شاخ وعليه أن يرحل، لا يمكن أن يبقى لأنه بالفعل خطر على الجميع. شكرا جزيلا لك محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس لحركة رشاد المعارضة، كنت معنا من لندن، شكرا لك.